رجعنا لنتابع فقراتنا كمان بصباح اليوم، وهلا عندنا فقره طبيه بامتياز رح تنضم لي دكتور ثروت الزهران، وهي اختصاصيه جامعيه بعلم السموم والطب الطوارئ ومديره عمليات الطوارئ بالجامعه الامريكيه. صباح الخير دكتور. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله. اليوم هيك بدنا نحكي عن موضوع الناس يمكن ما كثير عم ينتبهوا له. الناس بنسمع انه في حالات انتحار، ما بنعرف اذا في حاله انتحار مقصوده وفي حالات غير مقصوده، في للكبار وفي للصغار، في اعداد عم تتزايد، وهذا الشيء كله خلينا نحطه باطار سموم، خليني اسميها. خلينا نبلش اول شيء من الانتحار، اذا عم تزيد هذه الحالات مين عم بطال، وهل هي اشياء مقصوده او غير كلها؟ يعني في شخص اخذ القرار انه انا بدي انهي حياتي، وقديش في عم بيصير في هذه التسجيلات او هذه الحالات عن طريق الخطا ربما او الاهمال؟ اول شيء ثانك يو ريف لاستضافتي اليوم ولتضوي على هذا الموضوع اللي هو مش اخذ كثير حقه بلبنان، هو علم السموم ميديكال توكسيكولوجي. مثل ما قلتي في حالات بنعتبرها انتنشنال عن قصد، اللي هو المريض اللي بده ينتحر، عاده بتكون عبر ادويه زايده او بيلتجئ لاوقات مثل ادوات ثانيه مش ادويه، مثل ادوات التنظيف النون فارماسيتيكال ايجنتس عاده، او بالدراجز اوف ابيوز الدراجز ان جنرال. هلا عالميا بفترة كوفيد عالميا زادت حالات الانتحار، وعندنا بلبنان كمان هالشيء شفناه ملحوظ نتيجة during كوفيد وما بعد الكوفيد نتيجة الوضع العام بلبنان والسترس. لاحظنا انه احنا عندنا تقريبا بالشهر بيجينا اتصالات على مركز السموم بقسم الطوارئ بالجامعة الأمريكية ببيروت تقريبا بين 20 ل 25 حالة. هذا رقم عالي يعتبر. يعتبر رقم عالي، واللي انتبهنا له انه في عالم اللي عم تيجي بحالات انتحار عم بتكون اوقات منا مشخصه مريضه نفسيه او عندها مشاكل سايكياتريك ديسوردر. سو هالشيء ات اليرت اس يعني انه في حالات زايده من الاوفر دوز والتسمم. هيدي كاتيجوري من العالم، واكثر شيء بلبنان نحن بيست على الداتا اللي بنشوفها بينتحروا بيلجأوا العالم لادوات مثل ميديكيشنز مثل البانادول استامينفين، مثل الاوفر دوز الاوفر دوز مثل بانادول، الانتي ديبريسنت عاده، ادويه الاعصاب، المهدئات، هو الاكثر كاتيجوري بنشوفهم عندنا. هلا الكاتيجوري الثاني اللي قلتي عنها اللي ذكرتيها اللي هي الان انتشنال عن غير قصد، اكثر شيء بنشوفها ما دون الست سنين، لانه بتكون الادويه منا محفوظه بطريقه صحيح. امنه، وهون اهميه الميديكيشن سيفتي والسيف ستورج هابتس بالبيت، لانه كيف ننتبه كيف نخبي الادويه، نخبيها بمحل عالي مقفل بعيد عن الاولاد او ادوات التنظيف. خاصه اما بموضوع الادويه دكتور، الاولاد اوقات يمكن بهذا العمر ما بيكونوا بيعرفوا يميزوا، يمكن بيجذبهم الكلرز تبع خليني اقول البيلز، يعني بيطلعوا على اشياء بيفكروها او بيشوفوا مثلا شيء نوع مثل جاميز، بيجي ولد بيفتح علبه مثلا شو بعرفنا الفيتامينز المالتي فيتامينز اكزاكتلي اكثر شيء بنشوفهم انه المالتي فيتامينز ما بيكونوا ستورد بطريقه امنه، الاولاد بيلفتهم هالشيء بيجوا او اوقات كمان عندنا بلبنان، وهذا بياكد على انه نحن ما بنحفظ الادويه او الكلتشر عندنا انه نخبي الادويه والادوات التنظيف، لان كثير بيجوا اولاد اخذين ادويه الضغط تاعهم اهلهم، وهيدي الكاتيجوري كثير خطيره لانه فيها تؤدي لوفاه ولد حبه او حبتين اوقات. سو هاي الثاني كاتيجوري من العالم اللي هي عن غير قصد. وخصوصا كمان في براكتس عندنا بصير انه العالم بحطوا اوقات ادوات نظيف بغير ذير اوريجينال كونتينر، مش بالقنينه اللي لازم تنحط، مثلا بيقسموها بقنينه مي، بيقسموها بنجيب كاسه ننظف بنحطه بقنينه الصحه. اكزاكتلي. سو هون كثير خطيره هالشيء، لانه اوقات حتى الكبار عن غير قصد فاكرين مي بيشربوها واللي بتصير بنشوف هالحالات. هلا الكاتيجوري الثالثه اللي هي اندر ذا انفايرمنتال، خصوصا هلا انه نحن هلا قربنا على فصل الصيف، سو كثير عالم بحبوا يروحوا اوت دور اكتيفيتيز، سو اوقات بيقطفوا بلانتس، انواع بلانتس من الطبيعه يلي هن مثلا فيهم يفكرون انه هي خبيزه، بس اكشلي هي بتشبه شكل الخبيزه بس فيها تكون داتورا سترامونيوم، بيجوا على الطوارئ اوقات طبخينهم
اوقات بتيجي عائله بنشوفهم مسممين من وراء هول البلان. سو كثير مهم وبدي شدد على انه العالم ما يقطفوا او من الطبيعه اذا شيء مش مأكدين 100% منه، لانه شفنا حالات عائله تسمم من وراء البلانتس. فعندنا كاتيجوري ثاني. يعني مثلا بموضوع التسمم من الاعشاب معه توصل لحد واحد انه ربما يعني يكون في خطر على حياته اوقات؟ اكيد، لانه مثلا هو الانواع، اعطيك اكزامبل مثلا داتورا هو اللي فيهم ياثروا على زياده ضربات القلب، يعلوا الضغط، في اثر على كهربه القلب كمان، لان بتشتغل بطريقه مثل كانه دواء، ما هو بالنهايه دواء يستخرج من الاعشاب، سو فيها تشتغل بطريقه على كهربه القلب مثل الدواء اكزاكتلي. اذا مش دغري وصلوا بوقت معين اكيد فيها تؤدي لحالات وفاه، ان سيفير كيسز اكيد الحالات المتقدمه. غير الاعشاب كمان في عناصر ثانيه خلينا موجوده بالطبيعه، عم نحكي عن المشروم مثلا، هلا نبلش نشوفهم هيك وين ما كان طالعين، كيف بنعرف انه هذه فينا نحن ناكلها فينا نستعملها؟ هل بلبنان عندنا اشياء بتسمم وعندنا اشياء كمان فينا نستعملها للاكل؟ ايه عندنا طبيعه، نحن عندنا طبيعه غنيه، عندنا مشرومز بسمموا ديفينتلي، وفي اختصاصيين بهذا المجال اللي هن مايكولوجيست. كان عندنا حالات ومش من فتره بعيده طلع بلبنان مثل سمول اوت بريك، حالات متفرقه من العالم اللي تسمموا من وراء المشروم. بليف ات اور نوت، حتى العالم اللي اكسبرتس بالاوقات بالمشروم اوقات فيك غلطه. سو انا اي وود ادفايس انه بنصح العالم ابدا ما ياخذوا من الطبيعه ويطبخوا مسحة، احنا ما نعمل احنا جادجمنت يعني، خلص نتركها وبليهم ونتحشاهم افضل. اكزاكتلي وعلى فكره بلبنان عندنا مشروم اللي هي كثير مسمه اسمها امانيتا فالويدس، فيها تؤدي لفشل بالكبد. وكان في عندنا حاله هيك، ومن فتره اللي طلعوا الاوت بريكس كان في عندنا امانيتا بروكسيما كانوا بياثروا على فشل بالكلاوي، فعندنا تسمم من المشرومز. اكثر شيء هيك اتس جنرال رول، يعني اذا اكلتي مشروم عاده بلشوا عوارضك متاخره، يعني بعد الخمس ساعات بلشت تطلع نفسك تستفرغ وجع بطن، هون بدلنا انه المشروم مسمم. بس ما بدي اتس جنرال رول، بس يوجوالي هو هيك بتبلش العوارض. كنت عم نحكي هيك تحت الهواء كمان انه حتى بموضوع السمك، غير حفظ السمك، غير بيع السمك، غير ريحتهم، غير انه هلا بدنا نسترخص بهذه الازمه، كمان في انواع سمك ربما تكون قاتله خليني اقول وموجوده بلبنان، صح؟ مزبوط. انه this is a very interesting topic، لانه مش من فتره بعيده كنا عم نهتم بمريض تصيد سمك، وكمان هو بيعرف انه هي مسمه، فبس انه جرب ينظفها بطريقه. السمكه موجوده بلبنان وهي حذرت منها وزاره الصحه، وانا يعني بحب من برنامجك انه ارجع شدد على هالنقطه، هي البافر فيش، السمكه النفخه، شكلها بغش انها كبيره اتس بافي، سو بقلبها كثير lots of meat، بيجي وزنها اوقات 5 كيلو. هيدي السمكة بقلبها توكسن اسمه تترودو توكسن، في يأثر على التنفس، جهاز التنفسي، وإذا ما وصلت بوقت معين فيك تموتي، يعني في أدى لحالات وفاة لأنها بتأثر على جهاز التنفس والقلب كمان. هيدي واحدة من الأسماك بلش ينمي التمو، ينمي الشفاف، ينمي الجسم، وبعدين بلش الدوخة وgradually you deteriorate. هاي واحدة من السمك الموجودة بلبنان. عندك أنواع تانية كمان سيجوا توكسن أقل بس موجودين، سو بدنا ننتبه كمان شو النوع اللي عم نصطاده، وبشدد على أنه كمان يعني وزارة الصحة نرجع أنه نذكر العالم بهذا الموضوع. دكتور هيك اليوم كمان لبنان يعني عنده اوريدي، نحن مرقنا بسنتين كوفيد مثلنا مثل كل العالم، وكمان هول السنتين نحن ما بنعمل شغله، بنحب هيك نجيب كذا شغله معاه بازمه اقتصاديه كثير صعبه، صارت الناس مثل ما عم تحكي يعني اول شيء في عندها ازمه نفسيه، في عندها ازمه ماليه، الناس صارت تشرب ربما دواء ولو خلصت مدته من خليلها وقت اضافي زياده، بنفتش على شغله مش طيبه او نحن معودين عليها، بنفتش على شغله رخيصه لحتى نحن نقدر ناكلها. قديش هيك انت من خلال عملك يعني بمستشفى الجامعه الامريكيه بتصادفي من هذه الحالات اللي ادويه غلط، بديل دواء عن بديل ما سائق بهذا المريض، اكل مش محفوظ بطريقه كثير صح، مش منشرى من محل كثير صح، الانجريدينتس تاعونه مش معمولين صح، قديش صارت هذه الحالات بلبنان؟ هلا نحن بيست عاداتها يعني انه بهالفتره بس نقرب على فصل الصيف
كثير بنشوف حالات تسمم. سببها الرئيسي انقطاع الكهرباء، لانه بصيروا كل شيء الميت التشيكن كل شيء مش محفوظ، سو كثير بنشوف حالات تسمم. يعني يوميا بده يكون عندنا حدا مسمم من وراء الاكل. وحتى بهالفتره يعني مفروض اوقات شوي يكون طقس بارد تشوفي اقل، بعدنا بنشوف، بس اكثر شيء البيك هلا بفتره الصيف. سو كثير بدنا ننتبه انه ما نخلي القصص اكثر من المده الزمنيه تبعيتها، انه خصوصا الخطوره لما بتيجي الكهرباء بتنقطع، بتيجي بتنقطع هيدي الديف روست اند ذن فريزنج ديف روست فريزنج، هي كثير خطيره. كثير بنشوف حالات سالمونيلا كمان، سو هول بدنا ننتبه لهم كثير. او من السالادز هو الاكثر شيء اللي بس تطلع لبرا بدك تنتبه، من السالادز من الايجز من التشيكن وين بدك تاكليهم، هول اكثر شيء خطوره. وبنشوفها بلبنان انفورشنتلي، بعتقد انه من وراء الكهرباء تقطع ما في مستمر تفريز. شغلة تانية قلتيها كمان مزبوط، صرنا كتير عم نشوف عالم عم بيلجأوا لبديل. أول شغلة أوقات ما في، لأنه الدواء اللي بدهم إياه اللي لازم ياخدوه اللي معودين عليه، فبيلجأوا لبديل. أوقات هيدا البديل ما بيكون هو اللي بيزبط مع جسمهم. صح. اوقات عندك انت فيك تكون عم تاخذي دواء باثر نقول على كهرباء القلب، اخذت دواء ثاني وذر انتي بايوتيك او دواء ثاني بيتفاعلوا مع بعض. صحيح. سو هون كثير مهم انه نتاكد شو البديل اللي عم ناخده، اذا اوقات بجيبوه من برا، فهون كثير مهم دور الحكيم والمتابعه تما ناخذ انه حيلا دواء. هو اللي شفناهم هول الحالات، اوقات كمان عم بيجوا مثلا ضغطهم 200 لانه مش اخذين الدواء او مش موجود دواء، مش موجود هذا الدواء، سو عم بيلجأوا لدواء اخف يمكن او استبدال للاوريجينال وان. طيب هيك من بعد هذا الحديث هيك سؤال على الهامش، كونك انت موجوده بالمستشفيات اليوم بفعل هذه الازمه الماليه، الناس حتى انها تروح على المستشفى صارت بتبلش تحكم حالها لاخر لحظه بالبيت، وقتها توصل لمحل كثير خليني اقول يعني هيك وضعها كثير سيفير وكريتيكال يعني بتجي على المستشفى. خفوا المرضى بالمستشفيات بشكل عام؟ صرتوا تحسوا انه عن جد اللي جاي هو اللي واصله لرقبته الموس خليني اقول يعني؟ Thank you for يعني drawing the attention على هالنقطة، لأنه هيدي exactly مش بس بلبنان، بفترة كوفيد أول فترة صارت العالم تخاف. صحيح. تجي هاي أول فترة، سو صرنا يجوا العالم يتركوا حالهم آخر شيء، صرنا نشوف حالات وفاة أكثر لما بتوصل أنت already in shock. خلص it's very little we can do for you تنقدر نطلع نقدر نساعده للpatient. صرنا نشوف حالات أكثر ICU، وهلا هيدي الفترة مزبوط خفوا المرضى لكتير أسباب. صارت المرضى أكثر سك عم يتركوا حالهم تا يوصلوا على المستشفى. صرنا عم نلاحظ دائما عندنا الأوض الرومز العناية كلهم فل، حالات القلب اكثر هلا الكارديوفاسكولار، او كمان بفتره بيوصلوا اوريدي انفورشنتلي ديد، يعني ما بنقدر نسعفهم ديسبايت ايفريثينج. سو هيدي الترند كانت عالميا وعندنا بلبنان بشكل خاص بسبب الاوضاع كلها، وذر ايكونوميكلي سايكولوجيكال وكثير اسباب صار المريض بيوصل كثير مؤخر. من برنامجك بحب انه عن جد انه انصح العالم ما يتركوا حالهم اخر شيء، خصوصا المرضى اللي عندها مشاكل مزمنه هلا مثلا بشهر رمضان مع الصيام خلبط بالضغط بالسكري، هيدي كلها فيها تؤدي لعده مشاكل. جريت دكتور ثروت الزهران، طبعا يعني أول شيء شكرا على هذه المشاركة وعلى المعلومات اللي كتير قيمة. مثل ما قلت ضروري اليوم العناية، نعرف حالنا عم ننتبه شو عم ناخد دواء، أي دواء عم ناخد، كيف عم نخبي الدواء، ننتبه على مسألة الأولاد، وكمان ننتبه بهذا الوقت من السنة شو عم ناكل ومن وين عم نجيب هول الأشياء اللي عم ناكلهم، سواء كانوا من الطبيعة أو من السوبر ماركت. فضلا أنه لازم ننتبه كيف بدنا نحافظ عليهم وننتبه على صحتنا بالبداية، لأنه حاليا ما في إلا الصحة أفيلبل لا البيت. مزبوط. شكرا كتير لك وأكيد نحن نلتقي بمواضيع تانية وبأسابيع مقبلة.